اولا انا اشكر معالي الوزير ومعالي النائب على الاحتفال معنا كمسرحيين في هذه الظاهرة الجميلة الرائعة التي ننتظرها منذ زمن للمسرحيين. الحمد لله تحققت كل الأهداف التي أقيم من أجلها هذا المهرجان، وهو تمكين وصناعة العمل المسرحي في كل منطقة في المملكة. كذلك هذا شيء مهم، اكتشاف المواهب وصقلها ومتابعتها، تعزيز وزيادة الوعي المسرحي في كل منطقة للإقبال على التفاعل الاجتماعي مع العمل المسرحي اللي قدت في المناطق، كانت هذه من أهم العوامل التي في نجاح المهرجان. 100 ليلة عرض خلال شهر في مناطق المملكة، اخترنا 10 مسرحيات لتدخل المسابقة. المسابقة مهمة جدا، وجود تونس كضيف شرف رائدة من رواد العمل المسرحي في العالم العربي، كذلك وجود بعض الأكاديميين والمهتمين بالشأن المسرحي في العالم وفي المملكة، الندوات والورش التطبيقية، كل هذا للمهتمين للعمل المسرحي والشغوفين للعمل المسرحي. نتمنى نحن وفقنا في هذا المهرجان، وأتمنى إن شاء الله أن نحقق كل ما كنا نهدف له في هذا المهرجان.